قناه الاهلي، بشكل خاص برنامج الاهلي اليوم. الاسئله عن النجم احمد حسن كتير قوي، الناس عايزه تطمن هترجع امتى، فاضلك قد ايه في فترتك العلاجيه والتاهيليه ان شاء الله. والله يمكن انا طبعا بدات الفتره الاوليه وفتره التاهيل، والحمد لله الامور ماشيه بشكل بشكل كويس جدا جدا. ويمكن انا دلوقتي بقالي 3 اسابيع في المانيا، وصلت طبعا في اجازه لسه، يمكن واصل حل والله، ف وصلت وهبدا ان شاء الله باذن الله. فبعد كده هبدا هاخد جزء تاني ان شاء الله باذن الله، غالبا ما هيكون في قطر، بدعوه طبعا من المركز الكبير اللي في قطر. وبعد كده ان شاء الله باذن الله هرجع تاني لمده 10 ايام في مصر، وبعد كده الفتره الاخيره ان شاء الله باذن الله هتكون في المانيا، وبعد كده هرجع باذن الله تاني. يعني الحمد لله الناس مطمنين هناك بشكل كويس. ان تعامل المكان الجراحه نفسه يعني بيستقبل العلاج والبرنامج التاهيلي والتقويات بشكل كويس؟ لا، هو خلاص مرحله الجراحه دي مرحله انتهت خلاص، هي دلوقتي مرحله العلاج الطبيعي، ودي اللي انا ماشي فيها. والحمد لله يعني الناس مطمنيني بشكل كويس، شايفين في استجابه الحمد لله بشكل كبير جدا جدا، هم حتى مبسوطين يعني الحمد لله، يعني مؤشرات يعني كلها تدعو للتفاؤل ان شاء الله. الحمد لله. كابتن احمد، استقبلت ازاي خبر ترشيحك مع محمد ناجي جدو طبعا عن اللاعبين المصريين وعن النادي الاهلي ضمن افضل لاعبين مرشحين للقب افضل لاعب في افريقيا 2010؟ والله طبعا الحمد لله رب العالمين. هو انا بس في البدايه خليني اقول لك ان الحمد لله، يمكن طبعا انا ليا صديق عزيز عبد العزيز ابو حمد موقع، يمكن قايل الخبر من 15 يوم تقريبا، يعني الزميل العزيز طبعا ناقد رياضي عبد العزيز ابو حمد بالظبط. يعني هو طبعا قال الخبر من 15 يوم، بس طبعا هو ما كانش متاكد منه 100%. طبعا انت عارف هم بقى ليهم يعني مصادرهم وكده، فانا كان عندي الخبر مسبقا، ولكن يمكن حتى كان في مرشح اكثر من لاعب مصري في النهايه طبعا انا وجده. انا بقول طبعا دي حاجه الحمد لله، انا سعيد جدا جدا، سعيد بيها لاكثر من حاجه. يمكن الحمد لله لاني كان ده اللي فبيدل ان الواحد الحمد لله ماشي بشكل كويس، ماشي بخطوه ثابته، سواء كان مع المنتخب او سواء مع النادي الاهلي فتره قبل ما قبل الاصابه وكده. في الوقت ده كمان انا بتهيألي كناحيه معنويه بالنسبه لي حاجة أسعدتني، فطبعا شيء كويس. والأهم من كده أن يكون في مصريين موجودين، وكمان أنا ببارك لجده، وبتهيألي إن شاء الله بإذن الله دي تبقى كمان دفعة معنوية قوية لي إن شاء الله، سواء مع النادي الأهلي سواء مع المنتخب. فطبعا لاعبين مصريين موجودين أنا أعتقد ده شيء كويس وما ينفعش، وحافز دافع مهم للنجم أحمد حسن في المرحلة دي كمان. طبعا انا اكيد طبعا يعني اكيد طبعا في المرحله دي دفع بالنسبه لي دفع يعني اكيد معنويا هيكون قوي بالنسبه لي، ومعنويا حاجه هتساعدني ان الواحد فعلا يرجع بشكل كويس في الملعب بشكل كويس، ويرجع للاهداف والطموحات اللي موجوده. لاني زي ما اقول لك يمكن ناس كتير كانت مثلا تستغرب ان انا الحمد لله رب العالمين في البطوله الافريقيه، رغم ان انا كان سني 34 سنه، ولكن قدرت ان انا احصل على احسن لاعب في البطوله الافريقيه الاخيره في 2010. ومش اول مره يا كابتن احمد تحصل على اللقب ده، ما شاء الله الانجازات. طبعا يمكن كان في 2006، ولكن في 2006 يمكن كنت لسه بعد، انما في 2010 ناس كتير كانت ممكن حته عامل السن وكده فتقول لك يعني، ولكن الحمد لله قدرت ان انا بقوتي وبطموحاتي وباهدافي وبعزيمتي ان انا اتغلب على كل الناس الموجودين ان شاء الله. كمان دفع ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه ان الواحد يجتهد ويرجع تاني ان شاء الله افضل منه. طيب الكلام ده بيتفق تماما مع اللي كان بيقوله ضيفنا في الاستوديو الكابتن ياسر ريان، كان بيتكلم دلوقتي يا كابتن احمد عن النجوم الكبار في النادي الاهلي، اصحاب الخبره في النادي الاهلي ومنتخب مصر، احمد حسن، محمد ابو تريكه، وائل جمعه، محمد بركات، وان الكلام عن الاعتزال بشهاده الميلاد او تاريخ ميلاد اللاعب او سنه كلام خاطئ تماما. تقول ايه لابو تريكا النهارده في عيد ميلاده وهو بيحتفل بعيد ميلاده، وترد على الجمهور الحزين جدا على الكلام عن اعتزال ابو تريكا، الجمهور الاهلاوي اللي بيقول ابو تريكا نجم كبير واحنا ما نقدرش نستغنى عنه، ومتوقعين انه يرجع بقوه لافضل حالاته ان شاء الله في الفتره اللي جايه. والله بص، عايز اقول لك على حاجه. يعني طبعا زي ما قال ياسر، المساله مش مساله شهاده ميلاد وتاريخ ميلاد والكلام ده وكده. المساله يمكن انا لحقته وهو بيتكلم في الاخر على الكابتن اسامه عربي، وعلى فكره من الناس اللي يمكن الكابتن ياسر ريان لعب معايا فتره طويله، راجل لحد كان سن 37 سنه وكان بيأدي اقوى من اي حد موجود في الملعب. صحيح. فهي المساله مش مساله سن ولا حاجه، والدليل على كده هي انت عارف ايه، يعني الناس دايما بتدور على ايه، على النجوم عشان تتكلم عليهم. والدليل على كده انا اقول لك على حاجه، ناس كتير قوي بتطالب ان بركات يرجع المنتخب، وبركات من الاعمده الاساسيه ولازم يكون موجود ولازم يكون وعامل اساسي وعنصر مهم في المنتخب. الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ طبعا في مطالبه برجوع بركات المنتخب وانه قيمه كبيره.
ليه؟ لان بركات مهم. فالمساله مش مساله سن بقى زي ما الناس بتقول. صحيح. ولسه انا كنت بقول لك دلوقتي ان الحمد لله انا كنت موجود في البطوله الافريقيه، كان في لعيبه في المنتخب اصغر مني بكتير، وكان في لعيبه في كل المنتخبات اللي موجوده اصغر مني ب 15 سنه، ومع ذلك انا قدرت ان انا اتفوق على الناس دي كلها. ما تفوقتش على الناس دي كلها باسم احمد حسن، ما تفوقتش على الناس دي كلها بتاريخ احمد حسن، لا، تفوقت على الناس دي كلها بجهدي، باهدافي، بشغل المؤثر جوه الملعب، فاهمني؟ وبالخبرات كمان اللي هي مش موجوده عند كل لاعب، الخبرات الكبيره اللي بيكتسبها اللاعب في مشواره. انا طبعا عايز اقول لبطريق كل سنه وانت طيب، وعايز اقول له دي بالنسبه لك يعني دي الحاجات دي تدي لك تحديات، وما تخلكش انك انت يعني الناس دي انت اللي تقدر تحدد. وانا بقول ان اللاعب هو اللي يقدر يحدد، هو اللي يقدر ياخد القرار امتى ان انا ابعد وامتى أنا... مش معنى ان اللعيب يبعد عن مستواه. انا عايز اقول لك على حاجه، في لعيبه صغيرين قوي موجودين في النادي الاهلي، مش بلاش في النادي الاهلي، في لعيبه صغيرين قوي موجودين في منتخب مصر او في النادي الاهلي او في نادي الزمالك او في اي نادي، ما بيكونوش موفقين او في فتره طويله قوي بعيد عن مستواهم، ما حدش بيلتفت ليهم ولا حد بياخد باله ليهم. فان كانت الناس بتاخد بالها من البطريه، كان بركات، من احمد حسن، من وائل، لان هم نجوم وليهم اسم كبير وليهم طبعا، والناس مستنيه منهم دايما والجمهور مستني. بصيت على الحاله في ناس كتير اقل في الملعب قوي، انا بتريق من بركات، من وائل جمعه، انما الناس دايما ما بتهتمش بالناس، رغم ان هم لا سنهم كبير ولا حاجه. يعني حتى من ضمن الحاجات في ماتش النيجر المنتخب، ناس كتير قالت لك اللعيبه الكبيره، اللعيبه الكبيره، لا انا قعدت قلت ما كانش في الملعب غير ثلاثه لعيبه كبار بس في الملعب. صحيح. كانوا موجودين، واللعيبه كلها بعد كده كانت لعيبه صغيره وعناصر مجدده يمكن بيعتمد عليها لاول مره بشكل او في مباراه رسميه كابتن حسن شحاته. صحيح. فاقصد ان الحاله مالهاش علاقه بالكبير. صحيح. مالهاش علاقه بالناس الكبيره وكده، بالعكس الناس الكبيره دي دورها مهم جدا 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 ودورها مؤثر جدا جدا. توفيق على كده ان بركات بيكسب النادي الاهلي في الدقيقه 94، يعني ما زالك راجل متواجد بتركيزه العالي بقوه واهدافه مؤثره مع الفريق. الجمهور مستني النجم احمد حسن في الفتره اللي جايه، والرسائل بتجي لنا كل يوم كابتن احمد وبتقول طمنونا على النجم احمد حسن وهيرجع امتى. ان شاء الله تكون عودتك اضافه كبيره للاهلي والمنتخب مصر، وبنشكرك على المشاركه معنا وبنقول لك الف مبروك مره ثانيه الترشيح للقب او الحصول على لقب افضل لاعب في افريقيا 2010. انا اللي بشكرك جدا. شكرا كابتن احمد، شكرا جزيلا النجم احمد حسن. وقبل ما نتوقف مع